والله بعد إذن البيت نحن نحييكم في قناة طيبة ولمناقشة هذا الأمر العظيم والجلل الذي ألمت الأمة السودانية والأمة الإسلامية خاصة في إقليم النيل الأزرق، إقليم معروف بالتسامح ومنذ القدم، يعني ما في مشاكل، ما في أعراض قبلية، الشعب كله مسلم في إقليم النيل الأزرق، والخسارة هي خسارة المسلمين، ومعروف القصد هو ضرب الإسلام في إقليم النيل الأزرق، وهو يمثل في التاريخ الدولة الإسلامية الأولى في السودان منبثقة من السلطنة الزرقاء. فلا بد يعني الناس تنتبه لهذه المؤامرات، والناس كلها حاجة واحدة، نحن الآن نتكلم بصوت الأمة الإسلامية ليست بصوت قبيلة على قبيلة. والنصيحة التي أريد أن أقدمها، أولا أريد أن أقدم نصيحة لكل السودانيين أن ما يجري بالنيل الأزرق هو أمر محصور في دائرة محددة، يعني عشان الناس ما تكبر المسألة. الموضوع محصور في دائرة محددة، ليست بالحجم الذي يفخمونه، حتى لا تخرج مظاهرة أو مسيرة تنديدا بطرف على طرف في الولايات الأخرى. فالأمر في دائرة محددة، ينبغي أن نفهم أهل السودان هذا الأمر أولا. الموضوع في شرق التمازين، شرق التمازين يمثل جنيس والروسيريس. الكثافة السودانية للفئتين أو الآن المجموعتين لا تمثل يعني 10% من سكان الولاية، وليس كلهم يعني راضون بالأمر أو ليس كلهم موافقون على الأمر، هنالك من جر على الأمر يعني قصبا عنه أو وجد نفسه مضطرا لأن يخوض في الأمر، ليس كل أهل الولاية أو ليس كل الطرفين من الذين مصيروا الطرفين في الولاية. المشكلة الناس الخارج الولاية ينبغي أن يتحدثوا بما يرضي الله، أن يتقوا الله في الناس، يعني الواحد ما يولع الفتنة، ما يزيد في الفتن، لأن الفتنة لما قال لعن الله من أيقظها. فالآن المسيرات التي تقام واللايفات التي في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا زيادة الفتنة، زيادة الفتنة. أنا أرسل رسالة، أي واحد يريد أن يرسل شيء أو يتحدث عن أمر النيل الأزرق، إقليم النيل الأزرق، يتحدث بما يرضي الله، يتقي الله تعالى النيل الأزرق. فالفئتين هم يعرفون بعضهم البعض، هم إخوة في الإسلام وهم إخوة قبل كل شيء. وهذا ما أريد أن أقدمه. طيب يعني هل كانت للعلماء والدعاء صولات أو حتى تواصل مع الأطراف المختلفة؟ يعني في بعض مناطق السودان الأخرى للأسف وجدنا حتى ربما بعض يعني خطباء مغمورين ليسوا معروفين، لكنهم كان يقف خطيبا في مسجد ويحفز الناس باتجاه القتال على ما يخالف الشريعة. هل أنتم يعني في الاتحاد هل كانت لكم مبادرة؟ هل تواصلتم مع الأطراف؟ هل وجهتم رسائل؟ والله في المناظر يعني ما قصر الدعاء يوما، حتى في عيد الأضحى كانت الخطب يعني تتحدث عن الأمر بالذات، دم المسلم وحرام على المسلم، وهذا كل الآيات والأدلة والحديث التي تحرم دم المسلم، ماله ودمه وعرضه، والنصائح كانت تقدم. ولكن الأمر الظاهر هنالك فئة أو من يعني سيسون الأمر كان لهم معارف أخرى، فلا بد أن يصل لهدفهم. وينبغي الأمة في النيل الأزرق أو الشعب المسلم في النيل الأزرق أن ينتبه لهذا الأمر كما أسلم. نعم. طيب يعني هل ستكون لكم مبادرات حتى في الأيام المقبلة مزيد من التواصل مع الأطراف؟ بإذن الله الآن هنالك مرسوم إن شاء الله مخطط للتواصل بين الأطراف وبعض الرسائل للفئات عامة، فئات الشعب في النيل الأزرق، وأن يتحاكم بصوت العقل وأن يضعوا الفرصة لا يفيه الفرصة للآخرين المتربصين بنا. وأيضا رسالتنا للنظار والإدارات الأهلية بأن يسرعوا في الفصل في الأمور وأن يقضوا على الفتنة في مهدها. وكذلك رسالتنا أيضا للقوى الجهاز الأجهزة الأمنية بأن يضربوا على المرتكبين أو المتهورين بيد من حديد، يعني ما في مجاملة، ما يكون في تعاطف،
لا تجامل ابدا هذا دم يعني. الناس لابد ان يقفوا وقفه وقفه جاده ويحسموا الامر في آن. نعم. الصابر أحمد خوجري ممثل الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة في النيل الأزرق، شكرا لك على هذه المداخلة.